تضامن مع نساء ورجال الإعلام على صمودهم في وجه التحديات التي تواجههم يومياً وتواجه المهنة بصفة عامة. ومن هذا المنبر نطالب بدعم الصحافة حزبية كانت أو مستقلة، وطنية كانت أو جهوية، مادياً ومعنوياً، ونعتبر أن مطالبها هي مطالب اتحاد عام للشغالين بالمغرب. السادة والسيدات، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يحشر قوم من أمتي على منابر من نور يمرون على الصراط المستقيم كالبرق الخاطف، ما هم بالأنبياء وما هم بالصديقين وما هم بالشهداء، إنهم قوم تقطع على أيديهم حوائج الناس. صدق رسول الله. إنكم أيتها الأخوات أيها الإخوة ممن يحق فيهم قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه كانت ولا زالت الفكرة النبيلة التي أنشئ الاتحاد العام للشغالين بالمغرب للدفاع عنها بل وتعزيزها. فما أحوجنا اليوم أن نتذكر هذا القول النبوي الكريم ونحن نعلن بشجاعة وأمام الملأ عن جرأتنا في نقد الذات الفردية والجماعية، لنجعل هذا النقد الشجاع طريقنا إلى المستقبل وإلى الأجيال القادمة من خلال عملية إعادة بناء جسدنا التنظيمي على أسس الحداثة والحكامة، ممتلئين شروطها ووسائلها، صريحين مع قواعدنا وعموم الشغيلة والمشغلين في بلادنا. إن الشغيل والمشغل هما وجهان لعملة واحدة اسمها التنمية. فلا نقابة للاحتجاج من أجل الاحتجاج بعد اليوم، ولا نقابة للإضراب من أجل الإضراب بعد اليوم، ولا نقابة من أجل الطموحات الشخصية والمصلحية الضيقة بعد اليوم، ولا نقابة تساوم على ظهر المطالب العادلة للشغيلة بعد اليوم، ولا مكان للمعامل تقام على حساب العمال بعد اليوم، ولا معامل لا تحترم قوانين الشغل بعد اليوم، ولا بطرنا ضد النقابة بعد اليوم، ولا نقابة ضد البطرنا بعد اليوم. اليوم صوت العقل سيقودنا، اليوم مطالبنا العادلة ستفتح لنا أبوابا في الصخر، اليوم سيعلم الذين تجاوزهم التاريخ أن التاريخ يكتب كل يوم بالصدق والجدية والحزم وقول الحق. اليوم الجميع في سفينة واحدة، فإما أن نكون أو لا نكون. صدق الله، إما أن نكون أو لا نكون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. نحن في الاتحاد العام للشغالين اخترنا بوعي ومسؤولية أن نتحمل دورنا التاريخي في المرحلة، وأن نقدم البديل التنظيمي والتنظيري لمجمل القضايا التي ترهن الوضع الاقتصادي لبلدنا حاضرا ومستقبلا. إننا اليوم نمد يدنا لشركائنا الاجتماعيين وندعم كل منخرطين بالمقاولات، وخاصة القطاعات الإنتاجية التي بدأت تظهر عليها بوادر الأزمة كقطاع أحبال الكهربائية الموجهة لصناعة السيارات وقطاع النسيج، هذان القطاعان اللذان هما مهددان بفقدان ما يقارب 300,000 منصب شغل. إننا في الاتحاد العام للشغالين بالمغرب نتبنى هذا الملف ونطلب من الحكومة أن تتحمل في إطار أولوياتها مصارف 50% من الأجر لعمال القطاعين المهددين بالتسريع على أن يتحمل الباقي المشغلون، وهو ما يكفي
لوضوح الرؤية بالنسبة للقطاعين على المستوى الدولي، مع إعادة تأهيل هذه الشغيلة بما يجعلها جاهزة لرفع تحدي الجودة في ظل سوق عالمية لا ترحم. إن الاتحاد العام سوف يرفع ملفا مطلبيا مدروسا بكيفية تقنية عملية للفرقاء الاجتماعيين هو حصيلة